قولوا احنا قلنا اللهم بلغنا رمضان، يا رب اكتب لنا عمره يا رب. لاول مره من وزاره الحج والعمره بالمملكه العربيه السعوديه تتيح الحصول على تصريح العمره للمصريين خارج المملكه من التطبيق بتاع اعتمرنا. طيب احنا معانا الاستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعوديه. اهلا بيك يا استاذ عادل. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. طيب الله اكرم، ربنا يحفظك ومصر بألف خير يا فندم. اللهم امين. قول لنا يا فندم، احنا دلوقتي واحنا في مصر نقدر نخش على تطبيق اعتمرنا ونطلب تاشيره عمره؟ اه، ده مش تاشيره عمره، تطلب تصريح عمره يا استاذ يوسف. طب اشرح لنا يا فندم، اشرح لنا. هو لا بس لو اذنت لي من 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 الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره اللي هو 11 بتوقيتنا، أصدرت خبر حصري لحضرتك يا أستاذ يوسف. الله يخليك. أعلنت وزارة الداخلية السعودية وتحديدا المرور السعودي تيسيرا للمعتمرين والمصلين، عملت 5 طرق للوصول إلى الحرم المكي الشريف سواء للمعتمرين أو للمصلين، وده يمكن لسه أول مرة يعني لم ينشر في أي وسيلة إعلام يا أستاذ يوسف. الله يخليك. الله يخليك. في عجالة طبعا الحافلات النقل العام، ودي تعد أسهل وأسهل وأسرع طريقة للتنقل، النقل العام الترددي للمنطقة المركزية بالمحيطة. الناس فاهمين اللي موجودين هنا أنا بقول إيه طبعا. حلو. سيارات الأجرة، ودي بتوصل لأقرب نقطة للمسجد الحرام، والسيارات الخاصة عن طريق مواقف محددة للسيارات الخاصة، والمشي على الأقدام للأماكن القريبة من الحرم، وأيضا تواجد عدد 27 نقطة مرورية حوالين المنطقة المركزية المحيطة للحرم للتسهيل على المصلين. نرجع لموضوع اعتمرنا يا أستاذ يوسف. أيوه. هو موضوع اعتمرنا دي لأول مرة زي ما حضرتك تفضلت، فعلا هو عبارة عن تطبيق إلكتروني يحمل على الموبايل لمن حصل على تأشيرة عمرة أو تأشيرة زيارة بأنواعها. حلو. ولما نقول زيارة بأنواعها، الزيارة العائلية وزيارة التجارية وزيارة العمل. حلو. من حقه أنه يدخل على الموبايل بتاعه يحمل هذا التطبيق الإلكتروني ويحجز موعد وتصريح لأداء العمرة في اليوم اللي يحدده وفي الساعة المحددة لذلك. جميل. طيب هيدخل إزاي يا أستاذ يوسف؟ هيدخل على الموبايل بتاعه من الرقم العادي في إنترنت، هيحمل تطبيق اعتمرنا. هيطلب منه الآتي: رقم جواز السفر، ورقم التأشيرة الحاصل عليها أيا كانت التأشيرة اللي أنا قلتها قبل كده. حلو. ورقم التليفون المصري، وتاريخ الميلاد، وبريد إلكتروني، وبلد القدوم. وبريد إلكتروني دي مهمة جدا. ليه؟ لأن بيتم إرسال رمز تأكيد من المملكة العربية السعودية على البريد الإلكتروني. مظبوط حضرتك. وبكده يقدر المعتمر أو الزائر يدخل يحجز موعد لأداء مناسك العمرة في الوقت اللي هو حابب يحدده، وده الكلام ده بيتم في دقائق، يعني ده تسهيل، وفعلا ده تطور ملحوظ بتقوم بيه المملكة العربية السعودية تجاه ضيوف الرحمن. صحيح صحيح، مشكورين جدا على ذلك. أنا بشكرك أولا جدا أستاذ عادل، كل الشكر أستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، وأنا أشكر جدا المملكة العربية السعودية على هذا الجهد الحقيقة المتواصل والمخلص للتيسير على المصريين لأداء العمرة بإذن الله. يا رب اكتبها لنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى.